السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أكد سفير اليمن لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك استعداد الحكومة للانخراط في جولة مشاورات جديدة برعاية الأمم المتحدة وفقا للمرجعيات الأساسية المتفق عليها، في حين كان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ يؤكد من مقر الجامعة العربية في القاهرة يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل شامل ينهي الصراع، مستعرضا أمام مندوبي الدول العربية أفكارا جديدة للحل في اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي محاور خطة ولد الشيخ الجديدة؟ وهل تركيزه على قضية الحديدة تأتي كمدخل للحل الشامل أم أنها دلالة على استعصاء الحل والدخول في مرحلة جديدة من التسويات الصغيرة؟ ولد الشيخ الذي انحصر معظم جهده مؤخرا على التركيز على ملف الحديدة قدم أمام اجتماع مندوبي الدول العربية في القاهرة ما أسمته مصادر بخطة جديدة للحل في اليمن تنص على انسحاب ميليشيا الحوثي من ميناء الحديدة مقابل موافقة الحكومة الشرعية على فتح مطار صنعاء وتسليم مرتبات الموظفين في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات. مشاهدينا سنبدأ النقاش لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. في محاولة منه لتحريك مياه السياسة اليمنية الراكدة وفي ظل تعقيدات جديدة تهدد منصبه كمبعوث أممي، يتحرك ولد الشيخ لتنشيط الملف اليمني، ولكن هذه المرة بمعية الجامعة العربية. لقاءات مكثفة واتصالات متكررة مع الأطراف اليمنية أجراها ولد الشيخ الأيام الماضية بتزامن مع تصريحات الأمم المتحدة عدم نيتها تغيير مبعوثها لليمن، وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الحوثيين اعتباره مبعوثا غير مرغوب فيه. وخلال اجتماعه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تشبث ولد الشيخ بخطته المعلنة لحل الأزمة اليمنية، وهي الخطة المتمحورة حول تحييد ميناء الحديدة. تنص الخطة الأممية على موافقة ميليشيا الحوثي على الانسحاب من الميناء وتسليمه لجهة محايدة مقابل موافقة الشرعية على فتح مطار صنعاء وتسليم مرتبات الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا. مصادر في الجامعة العربية أفادت بأن أمينها العام أكد في محادثته مع ولد الشيخ على دعم الجامعة لأي تسوية تتأسس على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216. ووفقا لتلك المصادر فقد أكد أبو الغيط أن عودة الشرعية لليمن هي الخطوة الأولى لتجاوز الأزمة الإنسانية والضامن لوحدة اليمن، وتأتي هذه التشديدات من الجامعة العربية لاعتبارات قومية، حيث تنظر الجامعة للأزمة اليمنية من معيار كونها أزمة عربية بالأساس حسب تصريحات أبو الغيط. يبقى السؤال الرئيسي المتعلق بخطة ولد الشيخ وفق متابعين: لماذا يتجاهل ولد الشيخ الطرف الانقلابي الرافض لخطته والمطالب بتغييره؟ وماذا يعني أن تستمر الأمم المتحدة في رعاية سلام يدور حول حلقة مفرغة؟ إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة الإعلام السيد عرفات مدابس. السيد عرفات مساء الخير. مساء النور. سيد عرفات، بداية يعني المصادر تقول إن ولد الشيخ سلم الطرفين أفكارا جديدة تخص موضوع الحديدة بالتحديد، يعني تتلخص أبرز النقاط في انسحاب الميليشيا منها مقابل فتح مطار صنعاء وأيضا تسليم مرتبات الموظفين من قبل الحكومة الشرعية. ما مدى دقة مثل هذه المعلومات؟ طبعا يعني الحكومة اليمنية لا ترفض صرف المرتبات، ولكن هناك أيضا مسألة مهمة يجب الانتباه إليها، أن كافة الإيرادات التي تصل في المناطق التي تخضع لسيطرة الإنقلابيين هي تأتي للإنقلابيين ويستخدمونها في المجهود الحربي في الحرب ضد اليمنيين، بالتالي المسألة ليست بهذا المعنى أو بهذه الصورة التي قد البعض يعتقدها بأن الحكومة ترفض مقابل شيء آخر. نعم، لكن طرح كهذا هل حدث بالفعل؟ يعني هل هذه النقاط صحيحة؟ جميع المواطنين هم رعايا
للحكومة اليمنية، وطبعا والقيادة السياسية الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وليست المسألة تقاس بهذه الطريقة. لكن فيما يتعلق بميناء الحديدة، الحديدة مثل أي محافظة يجب أن تتحرر، ويجب على الانقلابيين أن ينسحبوا، يجب عليهم أن يعودوا إلى كهوفهم، وليس أن يظلوا متحكمين بمصائر الناس. الآن الناس بدون كهرباء، بدون ماء، بدون مرتبات، بسبب من؟ يجب أن نسأل عن السؤال الحقيقي، من المتسبب يعني الأساسي في مسألة معاناة المواطنين اليمنيين؟ نعم، لكن كانت الحكومة في وقت سابق تطالب المبعوث الأممي بالضغط على سلطات الميليشيا بتوريد إيرادات المحافظات الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيات، لتقوم الحكومة بتسليم جميع الرواتب للموظفين، وما زالت هذه المطالب قائمة حتى. لكن هل يعني أنها تخلت عن هذا الشرط مقابل خروج الميليشيا من الحديدة؟ لم تتخلى، ولكن هناك تم الاتفاق على أن تكون هناك إدارة لمحافظة الحديدة وميناء الحديدة بالتحديد من أجل الإيرادات، وأيضا الإيرادات الأخرى، ليست فقط ميناء الحديدة، الإيرادات الأخرى أن تصل كلها إلى جهة محددة محايدة، بحيث أن الحكومة اليمنية تستطيع الإيفاء بالتزاماتها. الآن الضغط على الحكومة اليمنية أكثر من اللازم، يعني باتجاه التزاماتها باتجاه المواطنين. الآن هي تدفع في تعز، تدفع ما في طبيعة هذه الجهة المحايدة، بمعنى من هي؟ لا أستطيع أن أقول بالضبط من هي هذه الجهة، لأنه لم يتم الاتفاق عليها حتى اللحظة، ولكن هناك مساعي تبذل بهذا الاتجاه. الأهم من هذا الأمر كله أن ينسحب الإنقلابيون من المحافظات والمدن ويسلموا السلاح ويلتزموا بالمرجعيات الكاملة، ومن ثم يمكن الحديث عن أي قضايا. نعم، بالنسبة للنقاط التي ذكرت عن أن ولد الشيخ سلمها للطرفين، هل هي مؤكدة بالفعل؟ أنا لست على اطلاع بهذه المسألة، ولكن أنا أعرف أنه ولد الشيخ يبذل المساعي، والآن هو موجود في مصر والتقى بوزير الخارجية المصري، التقى بأمين عام الجامعة العربية، ومكتبه انتقل إلى عمان العاصمة الأردنية. بالتالي الرجل يبذل الجهود، ونحن مع أي في الحكومة اليمنية، نحن مع أي توجه نحو حلول سلمية ولكن تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وإزالة آثاره وجبر الضرر فيما بعد. نعم، ابقى معي سيد عرفات، دعني أشرك معنا بالنقاش، ينضم إلينا من محافظة الحديدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور ناصر محمد ناصر. دكتور مساء الخير. مساء النور. دكتور، ولد الشيخ منذ أشهر يركز يعني معظم جهده في تقديم الأفكار والتصورات الخاصة بوضع ميناء الحديدة تحديدا، فيما تراجعت جهود البحث عن حل شامل للأزمة، برأيك إلى ما يشير مثل هذا التوجه؟ ولد الشيخ نعم هو يعرف جيدا حدود عمله، هو يدرك أن عليه أن يبحث عن ثغرات أو عن حلول، عن منافذ مهما كان صعوبة الظروف، ولكن هذا يشير بجلاء إلى أن الحديث عن المرجعية الثلاث من قبل حكومة عبد ربه منصور هادي قد تراجع تقريبا، وتم الصمت عن المصلحة إيجاد حلول جزئية، وأعتقد أن الحل الشامل الآن غير مطروح في هذه المرحلة، لأسباب أنه لا يوجد هناك توافق بين القوى الإقليمية وهي الرياض وطهران، معروف يعني نقطة منهجية هنا بأن المشغل والممول هو من يتخذ القرار، وأن القوى المحلية هي دورها تنفيذي فقط. وأنا أعرف أيضا أن طهران والرياض لا يوجد بينهما أي تنسيق في هذا الجانب، كما أن المبعوث الأممي يملك مفتاح الرياض، مفتاح واشنطن، ولكن مفتاح طهران، مفتاح موسكو ليس في يده، وبالتالي لا أتوقع هنا أن تحدث اختراقات كبيرة في ميدان التسوية في اليمن. أعتقد أن قضية اليمن سوف تبقى قضية مفتوحة وقضية مؤجلة إلى أمد غير مسمى. نعم، ابقى معي دكتور. سيد عرفات، من الملاحظ أن جهود ولد الشيخ مؤخرا أيضا تتركز فقط في موضوع الحديدة تحديدا، هل هذا يعني أن جهود الحل توقفت لمصلحة حلول جزئية فقط؟ على المداخلة التي تحدث بها الدكتور، مع احترام الشديد له، فإن هذه المعلومات غير صحيحة.
ما تحدث بها الدكتور أن جهود الحكومة وأن الحكومة تخلت، الحكومة الشرعية طبعا وليست الإنقلابية، تخلت عن المرجعية الثلاث، هذا الكلام غير صحيح. الحكومة اليمنية متمسكة تمسكا كاملا بمسألة إنهاء الإنقلاب وتنفيذ القرارات الأممية وبما فيها يعني جلب الأشخاص المتورطين في هذه الحرب، علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح وغيرهم من الأشخاص المتورطين في هذه الحرب إلى محاكم لمحاكمتهم، لأنهم نهبوا البلد ودمروا البلد وقتلوا عدد كبير من المواطنين من السكان وهجروا مئات الآلاف، فبالتالي هذا الكلام غير صحيح. فيما يتعلق بمسألة جهود ولد الشيخ، فهذه جهود أممية، وبالتالي أي جهود أممية عادة ما تبحث عن نافذة للضوء، ونافذة الضوء هي لكن يعني أصبح ملاحظ مؤخرا سيد عرفات أو من خلال جهود ولد الشيخ هي فقط تركز بشكل كبير حول موضوع الحديدة متباعدا عن الأزمة اليمنية بشكلها الكامل. نحن في الحكومة اليمنية نتعامل مع الموضوع بإيجابية شديدة جدا فيما يتعلق بأي جهد تقوم بها الأمم المتحدة، نحن نتعاطى معه، ليست لدينا أي تحفظات باتجاه أي شيء يطرح نتناقش حوله ونتفاوض بشأنه، ولكن طبعا لسنا من النوع الذي يغير آرائه في دقائق أو ينتظر التعليمات من طهران. نعم، هذا الكلام سيد عرفات إضافة إلى كلام سفير الجمهورية اليمنية في واشنطن يدل على استعداد الحكومة إلى يعني الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، يعني هل تبدو الأجواء مهيئة لحل سياسي قادم؟ أي مقترحات فيها شيء إيجابي يتعلق بتنفيذ القرارات الأممية والمرجعيات بشكل عام الثلاث في الحكومة اليمنية، الحكومة اليمنية سوف تتعاطى معها. الحكومة اليمنية ليست حكومة حربية، حكومة سلام، ولديها رغبة حقيقية في تحقيق السلام لليمن ولليمنيين. نعم، إذن أشكرك جزيلا وكيل وزارة الإعلام سيد عرفات مدابش، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود لضيفي الآخر الدكتور ناصر محمد ناصر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة. دكتور، يعني هل يعني أن خطوط الحل السياسي تبتعد أكثر في هذه اللحظة لمصلحة حلول أو تسويات جزئية من خلال تحركات المبعوث الأممي مؤخرا؟ أنا أفهم ما يقوله ضيفكم في الاستوديو، لكن هنا المرجعية الثلاث تتطلب ميزان قوى مختلف تماما عن الأرض، ونحن نلاحظ أن الوضع العسكري مترحل في الجبهات، وبالتالي هنا الحديث عن المرجعية الثلاث هو لا يستند على تقييم موضوعي لما يجري على الأرض. أعتقد أن مفاتيح الحل العسكري هنا إذا أردنا المرجعية الثلاث هنا ينبغي أن تحصل هناك أو أن نحصل هناك على إجماع دولي، إجماع الولايات المتحدة وروسيا وإجماع إقليمي من قبل الرياض وطهران، وأعتقد أن مثل هذا الإجماع في الوقت الراهن هو أمر بعيد عن الواقع ولا أحد يتحدث عنه على الإطلاق. ومن هذا المنطلق أعتقد أن حضور المرجعية الثلاث في ظل ميزان القوى القائم أمر غير وارد في هذه الظروف، وإنما يمكن أن نتحدث هناك عن أحد أمرين، إما القبول بحلول جزئية كما يحاول ولد الشيخ أن يفعل الآن، أو أن تتغير أو يعني تغير موقف حكومة عبد ربه وموقف الرياض، وبدلا من الإصرار على المرجعية الثلاث يمكن هنا يبدأوا يتحدثوا عن المزامنة بين الانسحاب وبين الحل السياسي، بينما المرجعية الثلاث هناك تعطي أولوية للانسحاب على الحل السياسي، وهذا غير قائم الآن. يعني القبول بمناقشة قضية جزئية مثل قضية الحديدة يعتبر اعتراف من قبل تمام طرف الصراع ومن قبل الرياض ومن قبل عبد ربه منصور هادي بأن الحديث عن المرجعية الثلاث في الوقت الراهن هو أمر غير جزئي، ولذلك لجأوا هو أمر غير وارد، ولذلك لجأوا إلى البحث عن مداخل جزئية أو عن حلول جزئية ربما تؤدي في المستقبل إلى يعني كسب ثقة بقية الأطراف والتقدم نحو خطوات أخرى من قبيل الحل الشامل. أما الحل الشامل في هذه المرحلة فأعتقد هو غير عملي على الإطلاق. لكن دكتور، بالنسبة للظروف الدولية والإقليمية كيف تنظر إليها بتأثيرها
على الأزمة اليمنية في الوضع الراهن؟ الظروف الدولية والإقليمية معقدة جدا، وهي ترشح الأزمة اليمنية للبقاء مفتوحة إلى زمن طويل. على سبيل المثال يعني خذ التوافقات، لو أخذنا مثلا الولايات المتحدة الروسية، لا يوجد هناك توافقات في هذا الجانب. الرياض طهران لا يوجد توافقات ولا حتى اتصالات بين الطرفين، حتى حلفاء الطرف الواحد يعني الإمارات السعودية أطراف حاصلة الحزم، لا يوجد للطرفين تصور واحد عن مستقبل اليمن. السعودية تريد يمن واحد، الإمارات تريد يمنان، وبالتالي هنا لا يوجد الحد الأدنى من التوافق لطرح تسوية سياسية شاملة، وبالتالي يلجؤون هنا إلى مثل هذه التسويات الجزئية. أعتقد الأزمة اليمنية مرشحة لأن تبقى مفتوحة، ويمكن أن تظل آخر الأزمات التي يمكن أن تحل في منطقة الشرق الأوسط. نعم، قضية الحديدة دكتور، ما هي المحددات الحاكمة لهذا الملف؟ يعني هل هناك دور دولي يجعلها تأخذ أبعاد أخرى؟ مبادرة ولد الشيخ هي لم تعلن، والتسريبات التي يعني أعلنت عنها ليست كافية كي نقيمها تقييما حقيقيا حتى نقف على طبيعة الظروف. إنما أعتقد هنا بأن هناك مصلحة للطرفين، يعني لو نظرنا هنا وضع الجبهة الداخلية في المحافظات الشمالية بسبب انعدام المرتبات، هنا الجبهة الشمالية في الوضع الداخلي الجبهة الشمالية آخر في التخلخل، ومن هنا إذا قدم مثلا سلطة الحوثي صالح ميناء الحديدة مقابل فتح مطار صنعاء ودفع المرتبات، لا شك أن هذا يعود عليه بمنفعة في استقرار الجبهة الداخلية في الداخل. كما يعود هناك أيضا مصلحة جزئية على حكومة عبد ربه بأنه استطاع أن يكسب أرض زيادة وأن يكسب مواقع جديدة على خارطة الصراع. لكن أقول في نهاية المطاف بأن هذه الحلول الجزئية لا يمكن أن تؤدي إلى حل شامل في نهاية المطاف، ويمكن أن تنتكس في أي لحظة من اللحظات. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور ناصر محمد ناصر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من الرياض المحلل السياسي فيصل المجيدي. سيد فيصل، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. أهلا بك سيد فيصل. سيد فيصل، البعض يقول أن ولد الشيخ لم يعد لديه ما يقدمه، ولذلك لجأ مؤخرا للبحث عن تسويات صغرى. باعتقادك إلى أين تأخذ هذه التسويات الأزمة اليمنية؟ أنا أعتقد أن هذا الرأي له وجهة. بالفعل ولد الشيخ قدم كل ما في جعبته، قدم خططا منذ على الأقل إذا ما أخذنا السياق التاريخي، كانت خطته بعد مفاوضات الكويت هنا تتصور فعلا حلا شاملا حينها وافقت عليها الحكومة اليمنية، ثم بعد ذلك طبعا جرى انتقاصها والعبث بها، ومن ثم أصبحت الحلول اللاحقة كانت تعمل على حل مشكلة الانقلابيين وليس حل المشكلة اليمنية، وتعلم أنها حينها تم ربطها تماما لأن فيها تعدي على المرجعيات. ومن ثم فإن ولد الشيخ وسط هذه الصراعات وعدم القبول من الأطراف فيما يطرحه وتركيزه على زوايا ضعيفة واختزاله للمشهد من خلال التركيز سواء على الجوانب الإنسانية باعتبار كثيرا ما يتحدث دائما على يعني الحالة الإنسانية، على انتشار الأمراض، على تسليم الرواتب، على غيرها من الأمور، دون أن يمس أصل المشكلة أو يتحدث عن القرار الدولي الذي يفترض أنه كان ينفذ حينها في خلال 10 أيام. ومن ثم فإن محاولة تقديمه لهذه الحلول المجتزأة يريد ربما أن يسوق أنه قدم حلا بعد أن أسقط في يديه عدم قدرته بالفعل على لم الأطراف، خصوصا ونكرر بأنه لم يركز على المرض ذاته وإنما ركز على أعراض المرض، بمعنى عندما حديثي عن الحالة الإنسانية نعم هي جوانب مهمة، لكن الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة الإنسانية لا شك أنها متمثلة بالانقلاب، ثم الاستحواذ من قبل ميليشيا الحوثي على كل شيء، وبعد ذلك مصادرة إرادة الشعب اليمني وكل الإمكانيات، مما أدى إلى تدهور الحالة بشكل كبير. نعم، لكن سيد فيصل، أنت تحدثت عن الحلول الشاملة التي قدمها ولد الشيخ سابقا. إذا لم تنجح الحلول الشاملة في السابق، هل الحلول الجزئية هذه ستثمر وستنجح بالفعل؟ أنا ربما إذا ما حاولت أن أتفهم وجهة نظر ولد الشيخ هي أنه هذه المرة حاول أن يأتي على الحل السياسي من باب الجانب الإنساني، والتركيز هنا على ميدان ميناء الحديدة ومدينة الحديدة وعلى الرواتب
وهي أمور حقيقة ربما تجد لها صدى ما لدى الدول الإقليمية والدول الأجنبية، تحديدا باعتبار أن المجال الإنساني والحقوقي هو محل التركيز في أي قراءة لمجلس الأمن. وبالتالي حقيقة هو كما ترى أنه يتنقل بين عواصم الدول من فرنسا ثم يذهب إلى سلطنة عمان، وكذلك ذهب إلى الأردن والآن في القاهرة، وربما جولاته المكوكية طبعا بعد أن مر على الرياض. كل هذه الأمور ربما تحاول أن تضمن هذا الحل الجزئي في تصوره من خلال الحالة الإنسانية، يمكن النفاذ إلى الحالة الأمنية والسياسية، خصوصا وأن يعني العجلة تتوقف عند أمرين اثنين. الحكومة دائما ما تركز على الحل الشامل، و يعني وأوله القرار 22/16 بنقاطه السبع، ثم التي اختزلت بعد ذلك إلى أربع، وهكذا. في الجانب الآخر الحوثيين فقط يركزون على إيقاف الحرب من الجو، إيقاف يعني مثل ما يسمونه بفتح الحصار، وبالتالي إدخال يعني يسمونه المواد الغذائية، لكن هم في الأساس يركزون على إيقاف الحرب عليهم وإيقاف منع تدفق الأسلحة إليهم بشكل أكثر جراءة. ومن ثم فإن الرغبة لولد الشيخ في التحضير لهذه المبادرة يبدو لي أنه يحضر لها بالفعل بشكل، لكن سيد فيصل هي المبادرة الانسحاب من الحديدة مقابل فتح مطار صنعاء وأيضا تسليم مرتبات الموظفين، ما مدى قابلية هذه الأفكار للتطبيق؟ بكل تأكيد حتى هذه اللحظة طبعا تظل مجرد مقترحات ولم تعرض، يعني مجرد رؤية لم تعرض بشكل رسمي على طرفي يعني أقول الصراع. كل ما هنالك أن لا تزال محل تداول، ومن ثم أنا أعتقد كما ذكرت لك أن وجهة نظر ولد الشيخ بأنه فشل في الحلول الأمنية والحلول السياسية، فيريد أن يجرب حظه فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية، تحديدا ميناء الحديدة، لأنه محل حقيقة التركيز الآن بعد أن يعني رفضت ميليشيا الحوثي سابقا إشراف الأمم المتحدة عليه مقابل تسليم الرواتب. هي معضلة كبيرة بكل تأكيد، لكنها حقيقة لم تنتج حلا مطلقا. نعم سيد فيصل، سؤال أخير هنا، يعني نلاحظ ذهاب ولد الشيخ إلى مقر الجامعة العربية، هل يأتي هذا في إطار البحث عن دور للجامعة العربية في الأزمة اليمنية أم ماذا بالضبط؟ يعني وما الذي يمكن لهذا يعني لهذه التحرك إضافته في حال كان هناك دورا فعلا للجامعة العربية؟ الواضح تماما أن ولد الشيخ يحاول حشد كل الدول سواء الإقليمية أو الدولية أو المنظمات في هذه المبادرة، باعتبار التركيز على الجانب الناعم والجانب المظلم أيضا في الأزمة، بالحديث عن مرتبات وحالة إنسانية وحصار وتدفق مساعدات وكل هذا الأمر، وهي ربما اللغة تجد لها بالفعل مؤيد، خصوصا وأن كل هذه المنظمات وكل هذه الطاولات تتحدث دائما من الباب الإنساني ومن الانتهاكات التي يتعرض لها السكان وأيضا المجاعة والكوليرا، ومن ثم أنا أعتقد بالفعل أنه يريد صوتا جديدا يدعمه، باعتبار أن الجامعة العربية كان لها في الأساس صوت بارز بعد دعني أقول ابتداء الحرب يعني بطلب من الرئيس عبد الرب منصور هذه. لكن الإشكالية دائما التي تعوق أي تحرك هو أنه لا يتم تشخيص المشكلة، كون الحرب لم تبتدأ من 26 مارس وإنما كانت آثارها، الحرب بدأت حقيقة منذ دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء في 21/9، وإن شئت الحرب بدأت من قبل ذلك باقتحام يعني دمشق ثم عمران. ومن ثم فإنه يريد بالفعل أن يكون له صوت آخر ورافعة أخرى تدعمه، وأظن أن الحل في كل الأحوال لن يكون إلا من خلال التحالف العربي وتحديدا من الرياض. نعم أشكرك جزيلا المحلل السياسي فيصل المجيدي، كنت معنا من الرياض. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي وكيل وزارة الإعلام كان معنا من القاهرة سيد عرفات مدابش، وأيضا الشكر لأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة دكتور ناصر محمد ناصر، وأيضا أشكر ضيفي من الرياض المحلل السياسي فيصل المجيدي. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل كمال حيدرة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.